الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. سألوا الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمه العباس ابن عبد المطلب وقال: يا رسول الله، علمني شيئا أقول به. قال: سألوا الله العافية. قال: فمكثت أياما، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أقول به أو أدعو به. قال: سألوا الله العافية. فمكث أياما ثم جاءه فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أقول به أو أدعو به. قال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر رضي الله عنه بعدما تولى الخلافة وهو على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الأول من هذا وبكى أبو بكر. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فلم يستطع أن يكمل كلامه ثم سكت، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الأول من هذا وهو يبكي، ثم سكت، ثم قالها الثالثة فلا يكاد يسمع كلامه من كثرة بكائه رضي الله عنه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة، فإن أحدا لم يعط شيئا بعد اليقين مثل العافية في الدنيا والآخرة. لن تعط شيئا أفضل من العافية. مر رجل مع آخر حكيم، أحدهما حكيم والآخر رجل من الناس، فقال الرجل وقد نظر إلى قصور قد بنيت: أين كنا حين قسمت هذه الأموال؟ فقال له الحكيم: وأين كنا حين قسمت هذه الأمراض؟ أي أين كنا لما أعطانا الله العافية؟ هل تذكر المال والدنيا ولا تذكر العافية؟ وجلس رجل مع أمير أو حاكم يأكل مما لذ وطاب، فقال الأمير لهذا الرجل: ما أطيب وما أجمل هذا الطعام. قال: أيها الأمير، إنما طيبته العافية، إنما طيبته العافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعونا أن نسأل الله العافية. العافية كنز على رؤوس الأصحاء، فسألوا الله العافية في الدنيا في البدن، وسألوا الله العافية في الدين، وسألوا الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وفي الحديث أيضا الذي رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني وغيرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العافية العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سألوا الله العافية وتذكروا نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ولا تنسوا هذه النعم في ظل ما نحتاج إليه في الدنيا من عبادة وطاعة. نسأل الله العافية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.